مندي يا تامر، الكرة في العالم دلوقتي بقت أطراف، الأطراف هي اللي بتحدد بشكل كبير قوي أنت تجيب عدد أهداف قد إيه، تسيطر قد إيه. هي بدأت من بيرلو بالمناسبة، يعني أول صانع ألعاب من ورا شوية، لعيب نص ملعب المدافع بقى هو اللي صانع الألعاب أكتر. أنا وجهة نظري إبراهيم لسه محتفظ بيها، مش هغيرها. إيه؟ أحرف لعيب كرة في شفته في شافته عينيا هو رونالدينيو، أكتر لعيب في الكورة شافته عينيا مؤثر مع فرقة هو زين الدين زيدان. مؤثر يعني لما يا رب اتمنى انا مش كارهه على فكره طبعا اكيد يعني ما ينفعش حد عاقل يكره ميسي، بس اتمنى ان انا اشوف مثلا نهايه ميسي زي نهايه زين الدين زيدان. يعني قصدي ان زيدان لعب اعظم مباراه في تاريخه قبل ما يعتزل بسبعه ايام باسبوع، بيلعب قدام البرازيل كانه مباراه وديه، بيشمس رونالدو، بياخد كاكا، بيعمل كفو كده، بيعمل بيلعب البرازيل لوحده. يعني حاجه كاس العالم شخصيا لكارنفال اعتزاله. صحيح يعني مباراه البرازيل حتى كان غريب، ولا مباراه ايطاليا فاينل عمال يرقص جاتوزو بتاع ولا تفاصيل ولا اي حاجه. لا بانينكا بيلعب بانينكا، مش مصدق ان حد في فاينل كاس العالم يجيب بنالتي. خلي بالك ماتش في عمره هو قبل كاس العالم ده اعلن ان دي اخر حاجه ليا، فالجبروت انه يعمل كده بنالتي في الفاينل، الجبروت انه يعمل كده قدام البرازيل. شاور لي على لعيب في التاريخ عمل المباراه دي قبل ما يعتزل باسبوع. بس هو في حاجه تامر، احنا نستنى والله يا كابتن اتمنى طبعا ميسي ده صفات الشخصيه لزيدان، تحس ان هو هادي حتى في معلم مدريد وهو كوتش دلوقتي، وهو واقف على الخط تحسه هو اوقات بيحسسني يا عم البرود اللي هو قفل اللعبه، بس هو عنده دي ودي، بس هو عنده دي ودي. يعني هو هادي جدا بس احيانا بينفعل انفعالات غريبه، زي ما اطرد اخر لحظه في حياته انه اطرد، وزي ما هو على دكه الريال تحس ان هو احيانا هادي جدا واحيانا تحس انه اتعصب فجاه. هو عنده الاثنين، او هو يمكن بيكبت كتير بعدين بينفجر في اوقات. بس هو مثلا هو طرد كتير في كاس العالم لو خدت بالك، طرد كتير في كاس العالم، فهو هادي جدا جدا ما عدا طفرات يا تامر. يعني هو في لحظه ماتش ايطاليا السعوديه وايطاليا طرد ماتيرازي. يا كابتن فاروق، زين الدين زيدان اللعيب الوحيد اللي في التاريخ اللي كسر قواعد الفيفا. قاعدة الفيفا بتنص على ان اي لاعب يتم طرده في كاس العالم يحصل على بطاقة حمراء يحرم من جايزة احسن لاعب في البطولة. زين الدين زيدان اتطرد في الفاينل، اللجنة الفنية في الفيفا ما قدروش، ما جالهمش قلب يدوا لاي حد تاني غيره، واتطرد مرتين في البطولة. في صحيح في بطولة اتنفذ عليه اللائحة في 98، اتطرد في مباراة السعودية ما اخدش احسن لاعب في البطولة، لكن في 2006 ما حدش يعني. هو انا زيكم، هو انا زيكم هو بس لا هو انا زيكم، انا عادي الموضوع بسيط. انا بحب زيدان. لا انا بحب زين الدين زيدان حب غير عادي طبعا، على فكرة حب طبعاً غير عادي يعني. زيدان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. انتوا بس اللي عندكم مشكله مع ميسي، يعني مش عارف يعني انت تسالني عن زيدان؟ هو في حد يا ابني بيحب زيدان؟ زيدان اسطوره، زيدان اسطوره فعلا يعني، وحاجه واحد من الناس اللي حسستك ان الكوره سهله جدا وانت قاعد بتتفرج، تحس هو الناس ما بتلعبش كده ليه يعني. لا زيدان لعيب عظيم طبعا. انا يعني رونالدينو، بص زي ما بقول لك، هو زيدان لعيب عظيم، رونالدينو الامتع حاجه انا شفتها في حياتي، افضل لاعب انا شفته في حياتي هو ميسي، لانه بيجمع بين الحاجات دي كلها مع الاستمراريه كمان. صح.